اهلا وسهلا بجميع متابعين قناتي، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده معانا فيديو جديد وفيديو مميز، هنشوف من خلاله مجموعه من الادوات المنزليه الحديثه والافكار والحيل والمنظمات والاجهزه المنزليه الذكيه اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيره زي التلاجة او المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد بحيث ان احنا نقدر نستفيد بيه في حاجة تانية. هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والادوات المميزة جدا والاجهزة المنزلية اللي مفيش اي ست بيت تقدر تستغنى عنهم، وطبعا هقول لكم واعرفكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة، بشرح لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو انت اول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، اتمنى انك تنضمي لينا وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو الادوات اللي في الفيديو دي عجبتك، اتمنى انك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والادوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. بعد كده عندنا الجهاز ده، وهو بيكون مخصص لسحب الهواء اللي بيبقى موجود في الاكياس اللي بتشيلي فيها المفارش او البطاطين، وده طبعا بيساعدك على توفير المساحة جوه الدولاب. بعد كده عندنا اداة التثبيت دي، تقدر ان انت تثبتيها عندك في الحمام وتثبتي عليها ادوات ولوازم الحمام اللي بتكون عندك، وطبعا تقدري تثبتيها عندك في المطبخ وتعلقي عليها المعالق وادوات المطبخ. بعد كده عندنا منظم البيبسي ده، تقدر ان انت تنظمي فيه علب كنزات البيبسي او العصاير، وطبعا هو بيديكي شكل منظم وجميل جدا جوه التلاجة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الأداة التقطيع دي، اللي تقدري تقطعي بيها اللحوم او الفواكه او الخضار، تقدري ان انت تقطعي بيها اي حاجة انت عاوزاها شرايح زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو. بعد كده عندنا أداة تثبيت، تقدري ان انت تثبتيها عندك في الحمام او في المطبخ بكل سهولة، وتثبتي عليها القفازات اللي انت بتستخدميها في الحمام او في المطبخ. بعد كده عندنا المنظم اللي تقدري تنظمي فيه جميع البقاليات اللي بتكون عندك، وهو بيبقى عبارة عن 3 صناديق، تقدري ان انت تعلقيها على الجدار بكل سهولة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الأداة اللي بتساعدنا نستخدم بواقي الصابون او الصابون السليم، وتقدري تستخدميها في تنظيف الهدوم او الأحذية او السجاد، يعني هي بيكون ليها كذا استخدام. وبعد كده على طول تعالي نشوف مع بعض عندنا كاسرولة للزيت، وهي بتشيل كمية كبيرة من الزيت، وبيجي معاها مصفى بتساعدك على ازالة الشوائب او اي حاجة من الزيت. بعد كده عندنا الاداة اللي تقدري تعملي من خلالها كرات اللحمة او كرات الفراخ بكل سهولة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الزعافة اللي تقدري تستخدميها في تنظيف الحوائط او الشبابيك او النجف، وتقدري تستخدميها في مختلف الاسطح اللي بتكون عندك، وطبعا هي بتشتغل عن طريق الشحن، وكمان تقدري انك تتحكمي في طولها وتوصلي للمكان اللي انت عاوزة تنظفيه بكل سهولة زي ما هتشوفي معايا من خلال الفيديو. بعد كده عندنا اداة تثبيت، تقدري ان انت تثبتي عليها مختلف احجام غطسان الحلل اللي بتكون عندك او قطعة الخضروات. بعد كده عندنا اداة ازالة الوبر، تقدري ان انت تشيلي بيها الوبر من على الهدوم او الكنب او الملايات. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المنشر ده، اللي بيجي معاه مجموعة من المشابك، تقدري ان انت تثبتيه على الحيطة كده بكل سهولة وتنشري عليه الشرابات او الملابس الداخلية. بعد كده عندنا اداة التثبيت دي، اللي تقدري تثبتيها عندك على الجدار بكل سهولة في الحمام او في المطبخ، وطبعا تقدري ان انت تنظمي عليها مختلف انواع واحجام الاطباق اللي بتكون عندك.
عاوزة اقولك لو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدري ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن. ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا الازايز القمر دي وهي بتكون مخصصة للبن، تقدري ان انتي تحفظي فيها اللبن وتشيليه عندك جوه التلاجة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا المعلقة وفي نفس الوقت شفاطة 2 في 1 وهي بتكون مخصصة للعصاير، وطبعا بيجي معاها فرشة تقدري ان انتي تنضفيها بكل سهولة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا قطعة تشكيل العجين دي وهي بتبقى على شكل وردة او شكل زهرة، طبعا تقدري تحشي العجينة بمختلف الحشوات اللي انتي بتفضليها، وبعد كده تفرديها على شكل دائري وتثبتيها على اداة التشكيل دي وتشكلي العجين بيها بكل سهولة. وبعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا منظم جميل جدا تقدري ان انتي تنظمي بيه كل ادواتك الشخصية اللي انتي محتاجاها، مثلا زي مشط الشعر او فرشة الاسنان ومعجون الاسنان او اي كريمات انتي بتستخدميها. بعد كده معانا المنظم اللي تقدري تثبتيه عندك جنب التلاجة، وطبعا تقدري ان انتي تثبتي فيه مختلف انواع الاكياس اللي بتكون عندك سواء كانت اكياس عادية او اكياس رول. وهنا عندنا القطاعة دي اللي تقدري تقطعي بيها اللانشون او البيض او اي خضروات عندك. بعد كده عندنا الاداة دي اللي بتساعدك تقلبي بيها المقليات اللي عندك زي السمك او البيض او البرجر. بعد كده معانا القطعة دي، والقطعة دي بتساعدك على تقطيع مختلف انواع الخضار زي ما ظاهر كده من خلال الفيديو. بعد كده عندنا اداة التثبيت دي اللي تقدري تثبتيها عندك في المطبخ وتثبتي عليها ادوات ولوازم المطبخ، وكمان تقدري ان انتي تثبتيها على بيبان الاوض او الحمام. وهنا بقى عندنا مجموعة من القطع اللي تقدري تستخدميها لقفل الاكياس المفتوحة عندك زي التوابل والصوصات والخميرة. بعد كده عندنا المكوى اللي بيكون فيها جزء مخصص تقدري تضيفي فيه المية، وهي بيكون وزنها خفيف وعملية جدا، وطبعا تقدري تكوي بيها اي حاجة انت عاوزاها وبتساعدك تحصلي على افضل النتائج اللي انت محتاجاها. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا الاداة اللي بتساعدنا نستخدم بواقي الصابون او الصابون السليم، وتقدري تستخدميها في تنظيف الهدوم او الاحذية او السجاد، يعني هي بيكون ليها كذا استخدام. بعد كده معانا الشماعة اللي تقدري من خلالها ترتبي وتنظمي عليها البناطيل، وكمان بتساعدك على استغلال المساحة جوه الدولاب. بعد كده تعالي شوفي معايا كفر المروحة ده، بيساعدك جدا على حفظ المروحة من الأتربة خصوصا في فصل الشتاء. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا الأداة السيليكون اللي بتساعدك على فتح مختلف أنواع البرطمانات أو الأزايز اللي بتكون عندك بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بعد كده عندنا المنظم اللي تقدري تنظمي فيه أنواع الزيوت اللي بتكون عندك، وبيساعدك جدا على استخدام الزيت من خلال الفرشة اللي بتيجي معاه، تقدري تحكمي في كمية الزيت اللي انت محتاجاها. بعد كده تعالي بقى شوفي معايا الجهاز ده اللي تقدري من خلاله تعملي منه عيش الكريب بسهولة جدا في البيت. بعد كده تعالي نشوف مع بعض الأداة اللي تقدري تجففي وتصفي بيها مختلف أنواع الفاكهة والخضار اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة. دلوقتي بقى هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده بكل سهولة، بعد ما شفنا مع بعض مجموعة من المنتجات المتميزة اللي بتساعدنا دايما على توفير الوقت والجهد، واللي كمان بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت واستغلال المساحات الصغيرة في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما. وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدمها ونستفيد منها بكل سهولة، والحقيقة انها ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة،
وتقدري ان انتي تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة، وكمان بتسهل عليكي الحياة اليومية وشغلك في البيت. وبعد بقى ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن المنتجات اللي في الفيديو ده، هقولك عن الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل المنتجات دي بكل سهولة. انتي تقدري ان انتي تجيبي المنتجات دي بثلاث طرق. تقدري ان انتي تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انتي بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انتي عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انتي تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق علي اكسبريس او علي بابا او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. وبالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها. لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف. اما سعر مصاريف الشحن فده بيختلف على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه طبعا. بعد كده الطريقة التانية، وهي بتبقى الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام. وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف شحن برضو على حسب المحافظات اللي انت بتكوني فيها. وطبعا عاوزة اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتبقى سهلة جدا. بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بالنسبة بقى للطريقة الثالثة فهي بتبقى المحلات اللي بتبقى موجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي، زي كارفور ورنين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس وكده يعني. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويوصل لها بسرعة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وقدرتوا تستفيدوا منه. ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة بالذرة على اللايك والاشتراك في القناة. ولو عندكم اي استفسار في اي حاجة تقدروا ان انتوا تكتبولي في خانة التعليقات وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في رعاية الله.